السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخوان اشرح لكم مميزات سناب شات الجديدة في التحديث الاخير. هنا لما نروح على الدردشة من هنا تطلع لي 3 خيارات فوق. الدردشة اللي بينك وبين اصدقائك، هنا المجموعات اذا كانت عندك جروبات، وبالاخير هنا اضافة اذا بغيت تضيف واحد عن طريق جهات الاتصال او اضافة عن طريق رمز سناب شات. لما نروح للتصوير هنا في ميزة جديدة وجميلة للأمانة، يعني لما نضغط ضغطة مطولة من هنا يطلع لي القفل زي ما انتم شايفين. لما اسحب يسار كذا على القفل وفك اصبعي كذا راح يبقى يصور من بروحه. لك الى 6 سنابات زي ما تشوفون، هذا واحد بعدها 2 الى 6 سنابات وراح يوقف. اذا تبي توقف التصوير مجرد ما تضغط ضغطة واحدة هنا راح يوقف التصوير خلاص. بعد كذا لما نروح هنا اضافوا مميزات جديدة. هنا الاصدقاء، انا ما في عندي اصدقاء منزلين سنابات يعني، تحصلونها هنا. هنا الاشتراكات، الاشخاص اللي انت تتابعهم وهم ما يتابعونك زي المشاهير. هنا الكل يعني زي اكسبلور في انستغرام وغيره. هذه مميزات سناب شات الجديدة. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.